هنا القاهرة. يا صباح الخير يا اللي معانا. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة. صباحك معطر مفتح مزهر. كلمتين وبس. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنت معاكم فيه. تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك، لو اول مره تشوف قناتي يا ريت تنورين وتشتركي فيها. ويلا بينا نبدا يومنا بالصلاه على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده اول يوم في فرش الشقه الشتاء، اول يوم بقى نفرش فيه بقى الفرش الشتوي وهندفيها بقى. فالنهارده بامر الله هفرش غرفه النوم بقى وندفيها كده. انا ما بعملش الشقه كلها، ما بفرشهاش كلها في يوم واحد، انا بقسم كده يعني غرفه واحده بس في اليوم يبقى حلو جدا. فابتديت اليوم معاكم، كنت غاسله الحافظه ديت ودخلت كده نشرتها الصبح بدري عشان خاطر انا حابه ان انا اعين الفرش كله نضيف واطلع بقى منه طول فتره الشتاء. يبقى الجو ساقع بقى ومبقاش قادره ان احط ايدي في الميه الساقعه، والجو بيبقى مش قوي مش مشجع احنا نغسل وكده. فقلت بقى ايه، اغسل الفرش وابقى عينه نضيف، وطول فتره الشتاء اطلع منه بقى ايه وافرش وكده. غسلت كمان الكوفرتات الكبيره، لو انتوا لاحظتوا ان انا طلعتها دلوقتي من الغساله، وهخش انشرها وهغسل بقى دلوقتي الكوفرتات بتاعه الاطفال معاها الكفرات بتاعه المراتب. كل ده هاخده كده هقسمهم على دورتين عشان طبعا الغساله مش هتكفي الاثنين مع بعض. احط كده الكفرات مع يعني كفر مع كوفرتا كفر مع كوفرتا، تمام. كل الكلام ده هيتغسل ويتنشر ويتعام بقى. انا خلاص مش عايزه ولا كوفرتات ولا الحاجات الخفيفه ديت، انا بغطي البطاطين وعايزه دلوقتي الدفايات والحاجات التقيله دي. فكل الكلام ده خلاص انا هشيله وهعينه يعني وكده نظيف. طبعا احنا يعتبر عملنا تنظيف عميقه للبيت، يعني مش عميقه قوي يعني، بس احنا عملنا حاجات حلوه برده في تنظيف الشتاء. فالترويقه دي هنقعد عليها بقى لحد رمضان بامر الله، كده على دخله رمضان كده نبتدي بقى نشوف الشقه تاني ان شاء الله. فالترويقه دي حلوه قوي. طبعا احنا طلعنا الشتوي ورصينا الدواليب، فالدواليب كلها رايقه من جوه ومتروقه، الدواخل كلها نظيفة، الستاير برضو الخفيفة كلها غسلناها، فيعتبر مروقين ايه ترويقة حلوة كده. فنقعد بقى عليها كده الكام شهر بتوع الشتاء دوت، نبقى بس ترويق كده من على الوش مسح مش عارفة ايه، وبعد كده نعمل بقى حاجة يعني نقلب الدنيا تاني ان شاء الله على رمضان بامر الله. فدي بتنفعني في الشهور بقى بتاعت السقعة، بيبقى الواحد كسلان ومش قادر بقى يعمل اي حاجة، فدي بقى الترويقة اللي احنا بنعملها دي بتنفعني وكده. مهم ان انا دخلت بقى على غرفة النوم، انا كنت غسلة الستارة بتاعتها وشايلاها، والكفر بتاع المرتبة لقيته نظيف كلاني لسه غسلها على قريب. فطلعت بقى ايه طقم ملاية حلو كده مع دفاية مع يعني ايه، قلت بقى ظبط الدنيا كده. بص لقيت الدفاية اللي انا طلعتها فيها لون كده برتقاني، فقلت طلع كده ملاية تليق مع اللون البرتقاني، فطلعت ملاية لونها برتقاني كده. زي ما انتم عارفين ان انا في الشتاء بحب افرش كده الملايات اللي هي بتكون سادة، لان انا بحط الدفاية بتبقى منقوشة، فبحب ان انا احط الملاية تكون ايه سادة. فحطيت الملاية دي تبصوا لايقة مع طقم الدفاية ايه، بحيث ان هما يعني ايه يبقوا ماتشنج كده مع بعض، يبقى شكلهم حلو. هطلع كمان مفارش بقى للغرفة كلها، للكوموزينات وللتسريحة والعسكري والحاجات اللي في الأوضة كلها، طلع لها من مفارش حلوه كده عشان خاطر هلمعها بقى وايه وهفرشها بقى كلها. عايزه اقول لكم ببقى مبسوطه قوي بعد شكل الشقه كده بعد الفرش الشتوي. سبحان الله كل فرش بيبقى ليه زهوته، تيجي تفرشي ساعه العيد بيبقى ليه زهوه خاصه بيها خالص. تيجي تفرشي الفرش التقيل بتاع الشتا بقى والدفايات والسجاجيد التقيله والبطاطين والكلام ده كله، تحسي برضو ان هو ليه زهوه كده وان انت مبسوطه بيه. فسبحان الله كل فرش كده او كل حاجه احنا بنعملها في بيوتنا كده بيبقى ليها زهوتها الخاصه بيها ولها كده حاجه خاصه بيها كده، بحس انا بكده مش عارفه ليه. المهم ان انا خلاص اهوت فرشت السرير وفرشت الدفايه، هطبق بقى البطانيه واحطها بقى هي كمان. طلعت البطانيه الثقيله اللي هي الرقين ديت، هديت بقى اللي انا هحطها على السرير الكبير، تمام. ده شكل الطقم كده. لمعت كمان السرير من ورا كده، الظهر بتاعه برضو كده لمعته.
واحط بقى البطانية. انا اوقات بطبق البطانية كلها في بعضها كده والفها كلها في بعضها، واوقات تلاقوني فرشتها على السرير زي المفرش كده، فاوقات كده واوقات كده، واوقات بعملها على الوش ده واوقات اعملها على الوش التاني، الوش التاني شكله مختلف تماما. بس عايزة اقول لكم خلي بالكم بقى ان انتوا ايه كل يومين تلاتة كده تطلعوا البطاطين كده الصبح كده تتهون، وفي شمس مفيش طلعي هتتهوى برضو كده، والفرش بتاعك يتهوى الصبح ساعتين الصبح كده بعد ما ولادك ينزلوا على المدرسة، طلعي الفرش بقى يتهوى. تمام، اديني فرشت بقى البطانية شكلها قمر قوي، انا بحب البطانية دي وبحسها عزيزة على قلبي كده بجد يعني جميلة، اللهم بارك وبتدفي. فرشتها هو دخلت بقى دلوقتي على التسريحة عشان خاطر بقى اروق كل الكركبة دي، واللهم صلي وبارك على سيدنا محمد. انا كنت واخدة الادراك برضو بتاعت التسريحة برضو، اخدتها برضو كده ترويقة على السريع كده، لو فيها اي حاجة مثلا مش عايزاها تترمي، في اي حاجة مش في مكانها بشيلها، بحيث ان احنا ايه برضو كده ايه يبقى الادراك برضو من جوه متروقة وحلوة. كم درج كده من التسريحة ما خلصتهمش كلهم بصراحة، يعني كم درج كده عملتهم، درج الميك اب مع درج اللي هو مثلا في الحاجات بتاعه جوز اللي مشاط والحاجات دي، دولت الدرجين دولت انا روقتهم. تمام، لمعت كمان المرايه بتاعه التسريحه من فوق، وهلمع كمان الرخامه واطلع مفرش نظيف كده ونفرش بقى الدنيا كلها كده. حابه بقى ان انا ارد كده على متابعه بعتت لي وقالت لي ان هي عروسه وهتتجوز قريب، وحابه كده نصايح كده لسنه اولى جواز وكده. اول حاجه ربنا يكملك على خير كده وتبقي احلى عروسه ويجعله زوج صالح ليكي ويجعلك انت كمان زوجه صالحه ليه. اول حاجه بصي، هو سنه اولى جواز ديت بتبقى اصعب سنه في السنين كلها، ناس كتير تقول لك ده السنه الاولى ديت بتبقى احلى سنه وما بترجعش تاني ومش عارفه ايه، ما فيش الكلام دوت. سنه اولى جواز ديت بتبقى عارفه كده ان انت داخله على حياه جديده وبتبداي ان انت تتعرفي عليها كده في كل حاجه، هي بتبقى حياه جديده وانت تبداي ان انت بقى تتعاملي معاها. اول حاجه مسؤوليه، ما تفكريش ان انت كل حاجه بتبقى حقوق ليكي ومفيش واجبات، كل حاجه فيها حقوق وواجبات، فمسؤوليه البيت ومسؤوليه الزوج دي مسؤوليه، خلاص بقى تنسي الحياه اللي انت كنت عايشاها في بيت اهلك بقى، ان انت ما كنتش بتعملي حاجه او كنت عايشه مرفهه او كده والكلام ده كله، لا يعني بعد الجواز خلاص انت عندك مسؤوليه بيت وعندك مسؤوليه زوج ولازم تبقي قد المسؤوليه دي. اول حاجه. تاني حاجه، اللي انت بتبداي تتعرفي على طباعه مهما الخطوبه طولت ومهما انت كنت عارفاه، بعد الجواز حاجة تانية خالص، انت بتبدأي تتعرفي عليه من الاول تاني، بيحب ايه بيكره ايه، بتبدأي تتعاملي يعني عارفة كده المواجهة فعلا، المواجهة الحقيقية بقى بعد الجواز، وكله بالعشرة وكله بالحب وكله بالاحترام والتقدير. اهم حاجة تبني بيتك عليها هو الاحترام والتقدير، مفيش الفاظ مفيش حاجة مفيش مد ايد مفيش كل الكلام ده، دي حاجة. الحاجة التانية ما يبقاش فيه تدخل من الاهل، وكمان ما تطلعيش سر بيتك برا، ولا انت ولا هو، يعني انتوا عودوا نفسكم كده سواء انت او هو ما تطلعوش سر بيتكم برا. كمان تبدأي تعرفيه برضو وتقولي له لو انت في حاجة انت بتحبيها او بتكرهيها او كده، تبدأي تعرفيها، تبدأي تعرفي بيتك بيمشي بقد ايه، بيتك بيمشي ازاي في الاكل وفي الشرب، بيحب ايه بيكره ايه، الاكل اللي بيكفيك انت وهو. تبدأي تعملي في الاول هتلخبطي الدنيا شوية، بس بعد كده واحدة واحدة تبدأي تعرفي وتنظمي كل حاجة وتبدأي تشتري الحاجة وتبقي عارفة بيتك بيستهلك حاجات قد ايه والحاجات الكمية اللي بتكفيك انت وهو، تبدأي تظبطي. فالاكل مش بيظبط في الاول خالص، لسه شوية كده حلوين عقبال لما انت تبدأي ان انت تعرفي تمشي الدنيا في بيتك وفي الاكل وكده. وقلت لك اهم حاجة الاحترام والتقدير، وكمان اتكلمي يعني لو في حاجة انت عايزاها قوليها، طلعي اللي في قلبك دايما، ما تكتميش كده الحاجة جوه قلبك، حاجة بتحبيها حاجة بتكرهيها حاجة مزعلاكي، اتناقشي كده بالاحترام في كل حاجة. لو في مشكلة حصلت حاولي ان انت ما تخليش المشكلة تقعد بالايام وتقعد بالاسبوع وكده، حاولي ان انت يعني ما تبتوش الليل كده وهو في زعل ما بينكم دايما كده، المشكلة تبقى في يومها ويعدي تاني يوم كأن ما فيش حاجة خالص وتصلحي امورك كده، دي حاجة. الحاجات اللي انت هتبدأي اللي انت تتعودي عليها في اول سنة جدية، عايز اقولك اللي انت هتفضلي عليها سنين كتير، اللي هو جوزك على ما تعوديه، عارفين انتوا المثل دوت، فانت تبدأي ان انت تعملي كده. الحاجة اللي انت هتبدأي
تعمليها في الاول هتفضلي عليها بقى سنين طويله، فما تخليش المشكله تعدي بيكم بايام طويله، ولو لا قدر الله خلاص ما فيش تفاهم ومش عارفين توصلوا لحل، دخلوا حد بس يكون حد عاقل، حد بيفهم، حد مش هينحاز لطرف فيكم، حد هيصلح الامور ما بينكم، وحد كده يكون مش هيجي على حد فيكم للطرف التاني كده. وربنا يهدي الحال ويرزق كل البنات يا رب بالزوج الصالح. بصوا بقى انا عملت ايه، انا مسحت الغرفة كلها، بس قبل ما امسحها غيرت كده الفوطة بتاعت الموب ولمعت الحيطان كلها، وعلقت كمان الستورة عشان كنت انا غسلها، علقتها كمان ولمعت الحيطان كلها. وبعد ما لمعت بقى الحيطان كلها ابتديت ان انا امسح الارضية، مسحت الارضية بقى بتاع كلها بتاعت غرفة النوم، وابتديت بقى ان انا افرش بقى على نظافة. حطيت الحافظة الفلامنجو دي جنب السرير هنا في الجزئية دي، وحطيت كمان مشاية كده صغيرة برضو الناحية التانية، ناحية السرير الناحية التانية، وفرشت في الارض اهوت السجادة، وحطيت عليها الحفظة برضو كنت غسلها، الحاجات كلها مغسولة. وبدأت بقى اللي انا ايه افرش الاوضة، حتى ارضها في الاخر، وبقيت مبسوطة جدا جدا بشكلها وفرحانة، اللهم لك الحمد ان انا خلصتها. تمام، خلصنا بقى فرش غرفة النوم، وهندخل بقى على المعركة اللي مستنيانا في المطبخ. عندنا النهاردة اكلة محشي بقى ملك ومكة كده طالبينها، فكنت ناويه ان انا اجيب كرنب، بس خرجت ما لقيتش كرنب، فقلت خلاص مش مشكله اعمل لهم بقى ايه بتنجان وكوسه، اي محشي وخلاص. فخليت الست كده تقور لي البتنجان والكوسه وتجهزوا لي، كنت انا اساسا مخدعه كده ومعلقه على التغذيه وانا شغاله في غرفه النوم. فخلصتها ودخلت بقى دلوقتي على المطبخ عشان خاطر ان انا هغسل بقى الخضار كويس كده، وبعد كده هظبط له بقى التسبيكه واظبط له بقى الخلطه الحلوه بتاعه المحشي اللي انتم عارفينها دي. قطعت بقى خضار، خضار حلوه قوي، الخضره حلوه، يعني حاسه ان انا بقالي فتره كده ما جبتش خضره حلوه كده، شبت وبقدونس وكزبره، وظبطت بقى ملح وفلفل وكمون والبهارات السبعه كده، وهقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعضه، وهبتدي اللي انا احشي. بحب اللي انا احشي معاكم شويه واوريكم كده، وبعد كده باخد الحاجه بتاعتي واقعد بقى في الارض اشغل اي حاجه كده اسمعها وانا قاعده كده واتفرج عليها كده، واقعد احشي بقى الايه المحشي دوت. هخلص احط البتنجان تحت والكوسه فوق. كان في متابعه بتقول لي انت كده انت بتحطي كده البتنجان عشوائي كده وبتحطيه من غير رص، مش عارفه بتقولي هيطلع معجن ولا مش عارفه هيطلع ايه. عايزه اقول لك اللهم بارك، المحشي بيطلع زي العسل، زي العسل حرفيا، ولا عمره طلع معجن ولا عمره طلع مش عارفه ايه ولا في اي حاجه. اول حاجه انا مش بعمل اللي هم الكميه القليله، اللي هو انا هرص تحت كده بالطول كده اللي انا هنيم الحله وارصهم كده فخلاص هيترصوا خلاص صف واحد، لا انا بقى انا ببقى عامله كميه، فمش هينفع ان هو انا ارصهم كده واقفين طب والصف التاني وبقيه المحشي ارصه فين. فعشان كده الكلام ده لو مثلا عامله كيلو واحد او مثلا نص كيلو او حاجه هرصهم كده ايه تشكيله كده واقفه وخلاص، انما انا ببقى عامله كذا يعني الاكله دي بعملها على يومين يعني وكده. تمام، المحشي النهارده لما روحت اجيبه لقيت ان البتنجان كله طويل كده، وما اعرفش ما كانش فيه البتنجان الصغير اللي انا بحبه، فقلت مش مشكله جبت البتنجان الكيلو على 10، وجبت كمان الكوسه على الكيلو على 10، فالحمد لله الخضار بدا ينزل، وجبت كمان الطماطم الكيلو على 10. اي حاجه النهارده كانت الكيلو ب10، فدي يعني بشره حلوه ان الاسعار بدات تنزل شويه. تمام، حطيت بقى البتنجان وحط بقى عليها الكوسه كده، وهحشي بقى حبه رز هعملهم بقى بالفلفل، وهعمل كمان جنبهم ابراك كده في الفرن كده بتتبيله حلوه كده، مش هعمل بقى مش هسلق بقى فراخ ولا الكلام ده، لا انا حابه ان انا اعمل وراك كده في الفرن خفيفه، احنا هنا عامه كلنا بنحب الاوراك يعني الصدور بناكلها بالعافيه، فقلت خلاص هجيبي وراك بس ومش هجيب فرخه كامله يعني. تمام، فهحشي بقى الكميه اللي انتم شايفينها ديت، وبعد كده بقى اسوي الاكل على ميعاد رجوع ملك من المدرسه ان شاء الله. يعني عايزه بقى اقول لكم ان مكه راجعه لي النهارده من المدرسه، عامله بقى التحليل، في تحاليل كده عملوها في المدرسه اللي هي الحمله اللي هي بتاعه صحه المدارس، ولا مش عارفه مسميين الحمله ايه كده، يعني انا شفتها على النت وكنت عارفه قبلها بيوم ان هم هياخدوا حاجه زي كده، فاخدوا منها بقى تحليل دم من صباحها، وكمان وزنوها كده واللي هو قياس الطول بقى والوزن وكده، واللي هم بيكشفوا عن لو في انيميا او اي حاجه،
والتحاليل بقى بتروح الوزارة وبتيجي بقى بعدها لو في حد عنده حاجة لا قدر الله او كده بيقولوا يعني وكده. فعملوا بقى عملت النهاردة التحليل دوت وكده، وجت قالت لي ماما قاسوا الوزن وقاسوا تقريبا الطول وكده، والاسبوع اللي فات اخدت التطعيم، ادوها حقنة الاسبوع اللي فات في دراعها كانت وجعيها يعني، فضلت اليوم دوت يعتبر نامت، يعني انا عارفه ان ام مكه ما بتنامش كده بالنهار وكده، لا اليوم دوت فضلت نايمه بالنهار، واللي هو صحيت بقى دراعها مش قادره اتحركه ودراعها تعبها وكده، لحد ما تاني يوم بقى رقت وبقت كويسه. فعايزه اقول لكم كله جاي مع يعني ورا بعضه، البت هتتعقد يعني، اللي هو ايه الاسبوع اللي فات خدت حقن، الاسبوع دوت عملوا لها التحليل، فحاسه ان هي بصوا يعني ورا بعضه. طب استنوا شويه كده وعملوا التحاليل وبتاع، مش بيبقاش كله ورا بعضه، بالذات الصغيرين دولت بيتعقدوا، بالذات لما بيكون في حقن وفضلوا يعيطوا بيبقوا خايفين يعني وكده. فملك ملك قالت لي برضو، رجعت قالت لي ماما هم قالوا ان هم هيحللوا لنا، بس ملك لسه ما حللتش يعني، ما عملوش لملك في نفس اليوم بتاع مكة، مكة هي اللي لسه قصدي قالوا الملك ان هم هيحللوا لهم هم كمان، بس لا مكة سنة اولى هي اللي عملوا التحاليل وعملوا لهم الفحص دوت يعني وكده. تمام، بصوا بقى انا عملت ايه، انا خلاص خلصت المحشي وحطيته بقى في التلاجة كده، هو لما يجي ايه الميعاد واسويه. وعملت بقى ايه، غسلت الحاجات اللي انا كنت مطرح الحشو كده، الاطباق اللي انا مستخدمتها، بحب اللي انا بصراحه اسيب المطبخ رايق حواليا كده، واحب اسيب الدنيا رايقه حواليا كده، ما بحبش اللي انا راكم كده بقى مواعين بقى مطرح عمايل الاكل ومواعين مش عارفه مطرح ايه ولا الكركبه ديت، لا بحب اول باول بقى كده وانا واقفه المطبخ يكون المطبخ رايق حواليا. فابتديت اللي انا اتبل الاوراق، كنت عامله تتبيله حلوه جدا بقى، بصل وطماطم وخل وملح وفلفل والتتبيله المعتاده اللي هي بتاعه الشوي ديت، وتبلت بقى بيها الاوراق كده وحطيتها كده في الفرن تستوي بقى براحتها كده. وبعد كده ابتديت بقى ان انا اعلق بقى المحشي يستوي. قبل رجوع ملك كده من المدرسه كده، ترجع كده اكون طفيت على المحشي والفراخ خدت لون، واعمل كمان لسان عصفور، تبقى بصوا بقى الاكل كده يعني تشمي ريحه المحشي وهي طالعه كده من على السلم. بس بصوا بقى حشيت، حطيت على الوش الكوسه، حطيت كمان الفلفل. عايزه اقول لكم انا بحب الفلفل ده في حاجه واحده والله بجد، بيدي لريحه المحشي ريحه جميله، اي محشي انت عاملاه حطيتي له كده فلفلتين تفتحي الحله تشمي ريحه تحفه، لان هو بيخلي فعلا ريحه المحشي حلوه حتى لو كروم. او هو تستوى اخد حوالي كده ساعه لربع وكان مستوي. احط بقى اغرف بقى الغدا دلوقتي، كانت مكه كمان راحت على درسها وهترجع هي كمان برضو، فحبيت ان انا كده ايه يبقى ملك ترجع من الدرس من المدرسه ومكه ترجع من الدرس ونتجمع بقى ونتغدى كده ايه مع بعض. الله المستعان بقى على ايام الدراسة ديت، بجد حاسة ان الواحد بقى خلاص يعني مفيش صحيان بدري بقى ومدرسة ودروس وبتاع، وتيجي بصوا على المغرب كده ولا العيشة تحسوا كده ان اليوم خلاص. بس من ساعة التوقيت الشتوي ده بقيت احس ان احنا بناخد كفايتنا من النوم، يعني قبل التوقيت الشتوي بحس ان انا ما بلحقش انام ولا ايه منبه رن الصبح الرغم ان بيبقى نايمين بدري، لا بس بعد التوقيت الشتوي كده تحسوا كده ان الليل فعلا بقى طويل، في حاجة كده معرفش بقينا يعني تلاقوني قبل الفجر كده بقلق لوحدي، فالوقت بقى فيه بركة كده بالليل وبنعرف ننام كده وناخد كفايتنا من النوم. وبحس برضو سبحان الله برضو ان النهار طويل، اه الدنيا بتليل بدري وعلى صلاة المغرب تلاقي الدنيا ليلت، بس برضو بحس ان اليوم طويل كده مش عارفة في ايه، من ساعة ما غيروا الساعة وكل حاجة حاساها كده اتغيرت كده. تمام، هغرف بقى الاكل واطلع كمان صينيه الفراخ من الفرن، وحمرت كمان لسان عصفور، وده يبقى الغدا ايه بتاعنا. عملنا ايه كده النهارده زي ما انتم شفتوا بقى كده، فرشنا غرفه النوم وكمان عملنا بقى اكله المحشي الحلوه، وغسلت كمان شويه حاجات في المفروشات. انت كمان بقى اعملي كده، ابداي افرشي الشقه بس ما تفرشهاش كلها مره واحده عشان خاطر ما تتعبيش وتضغطي على نفسك وتحسي كده ان انت فصلتي او مرهقه او جيتي في الاخر كروتي حاجه، لا عودي نفسك ايه هي اوضه واحده وافرشيها واقفليها. عايزه اقول لك وحياه ربنا هتعمليها بضمير، هتعمليها وتخلصيها وتحسي ان انت لسه فيكي طاقه كده واليوم لسه معاكي، فده احسن لك بكتير لما تعملي الشقه كلها مره واحده تحسي ان انت ايه كروتي حاجه ما عملتيش حاجه حلوه، لا ابداي ان انت نفضي الاوضه كويس جدا وزعفي الاوضه، في حاجه عايزه تتلمع لمعيها، في خشب عايزه يتلمع غيري المفرش، افرشي بقى السجاد اللي بيغطي المساحات كلها، حطي دواسات على دخله كل اوضه كده عشان الاطفال والبرد وكده، حطي الدفايات، حطي بطاطين كده من التقيلة، لو عندك شباك او بلكونة حطي كده اي حاجة تسد الهواء كده من تحت الشيش كده،
عشان الهوا وكده، فابدأي ظبطي كده غرفة غرفة عشان خاطر تطلعي بنتيجة انت راضية عنها. كان في رز متبقي من خلطة المحشي سويته كده لوحده وحطيته، وحطيت اللسان عصفور والفراخ اللهم بارك كانت جميلة جدا. وبس كده ده كان يعتبر اليوم بتاعنا، وده الغدا كده بتاعنا. كان بصوا عايزه اقول لكم كان كله بصراحه الاكل كان زي العسل. حطيت كده الكوسه مع الفلفل وخلاص بقى كده ايه، يبقى اليوم بتاعنا خلص. هعمل بقى دلوقتي ليا كده كوبايه نسكافيه كده في اخر اليوم كده، عشان هبتدي بقى دلوقتي نبتدي ان احنا نقعد بقى مع ملك ومكه ونشوف بقى الواجبات اللي هم راجعين بيها والمذاكره وكده. فعايزه حاجه تفوقني كده وانا قاعده بذاكر معاهم، فقلت اعمل لي كده كوبايه اللي هو الكوفي بريك ده، طعمه حلو قوي. وبس كده ناخد بقى الكوبايه ديت ونقعد بقى ايه نحضر بقى معاهم الحاجه ونذاكر بقى معاهم، ويعتبر اليوم بتاعي خلص. ما تنسيش بقى تحطي لايك واشوفك بقى على خير في فيديو جديد.